آخر النهار مع خالد صلاح. الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يفتح مع خالد صلاح تفاصيل خطة الإصلاح الإداري للدولة ومراحل تطبيق الحكومة الإلكترونية والاستثمارات المحلية وكيفية زيادتها خلال الفترة القادمة، الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومتى سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بكافة قطاعات الدولة، وهل سيلتزم القطاع الخاص به؟ مع خالد صلاح في آخر النهار غدا في الأوقات التالية.